مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. حيث دفع شح الوظائف وصعوبتها في القطاعين العام والخاص الكثير من الشباب في المملكة إلى الاتجاه لبناء المشاريع الصغيرة واستثمارها ابتداء من منازلهن وانتهاء بالبحث عن الداعم لابتكاراتهن، إلا أن المحدودية أو محدودية الرعاية من جانب رجال الأعمال وغياب المسؤولية الاجتماعية عن الشركات الكبيرة من العوامل الطاردة لتحفيز الشباب الدخول في سوق العمل دون رأس مال. المزيد من التفاصيل مشاهدينا منتابعها في هذا التقرير للزميل صبري آل محمد، من ثم نعود للنقاش مع ضيفتي. من يصدق بأن هذه الصور الجميلة لأثاث الأطفال والمواليد من المهد وحتى سنواتهم الأولى خلقتها أنامل شابات في مقتبل العمر؟ إن ذلك كان تصميما ورسما وتنفيذ، هي الإرادة والطموح وحب العمل والإتقان. سلوى وعائشة ومريم أخوات ثلاث، تعلمنا حتى بلغنا المرحلة الجامعية، وحين جاء دور الوظيفة كانت العروض المقدمة لا تناسب تلك الأحلام الكبيرة، فكان القرار باستثمار مواهبهن في الرسم والخط والتصميم في عمل لا يعرف اليأس رغم صعوبته. بعد ما تخرجت من الجامعة اشتغلت في كم وظيفة، بس ما كان في شيء يعني يرضي طموحي. أي أكثر شيء استهويني كان الرسم. من هنا انطلقت يعني فكرة إن إحنا نعمل مشروع أنا وأخواتي ونسميها البيور كرافتس. البيور كرافتس هو عالم كل ما يخص بالأطفال، سواء كان غرف نوم، غرف ألعاب. بدأنا من هدايا المواليد، تزيين المستشفى، بعد كده يعني دخلنا في مجال اللي هي المفروشات، عملنا اللي هي الديكور، غرف كاملة، أرضيات، جدران، رسم، كل شيء. إحنا بنعمل كل حاجة، كل شيء بيدنا إحنا، بكل فخر. إحنا ما عندنا شيء اسمه عيب أو إنه إحنا مثلا بنات، لا، إنه مثلا ما يصير نعمل كده. كثير من الناس يمكن يعني ينظر للموضوع ده بأنه بدونية شوية، أنه شوية يعني بنات بيروحوا مواقع وبيرسموا، لكن في بعض الناس بتشجعنا على هذا الموضوع. الثقة طبعا جاتنا من خلال إعجاب الناس بمنتجنا، هذا أكثر شيء كان يعني يدينا الثقة، بالذات أنه منتجاتنا إحنا للأطفال. طبعا لكل بنت ولأي بنت، سواء كان عندها شهادة أو ما عندها شهادة، لازم تدور على الشيء اللي هي مبدعة فيه، سواء كان رسم، سواء كان كتابة، سواء كان أي موهبة. بينما يشتركنا جميعا في إدارة هذا المشروع الصغير وتنفيذه، إلا أن التفاصيل تتوزع بانتظام، فعائشة تصمم ومريم ترسم وسلوى تهتم بتسويق هذا الإبداع. وحين يأتي وقت العمل تتراجع مفردات العيب والتردد، ويشتركنا جميعا في تنفيذ كل هذا الإبداع في فخر واعتزاز. إنه النموذج الجميل لحياة لا تعرف اليأس. لبرنامج يا هلا، صبري آل محمد، جدة. شكرا للزميل صبري آل محمد على إعداده لهذا التقرير. وطبعا حول هذا الموضوع معنا في استوديوهاتنا من جدة عضو لجنة شابات الأعمال في محافظة جدة الأستاذة ولاء نحاس. مرحبا فيك أستاذة ولاء. مرحبا، أهلين، هلا رولا، أهلا وسهلا فيكي. في البداية خلينا نعرف رأيك عن تجربة الشقيقات الثلاث اللي هن سلوى، عائشة ومريم، طبعا اللي تابعناها مع بعض في التقرير. يعني خلينا نحكي أكثر عن التجربة من ناحية المفهوم، الفكرة، وأيضا الاستثمار في عقول الشابات. طبعا بداية أشكر استضافتكم لي. بالنسبة لقصة الشابات، هي قصة كانت متميزة جدا ولاقت إعجاب الكثير من الزوار، وخصوصا المسؤولين منها، لأن القصة دي يعني التميز فيها هو توظيف الهوايات اللي تم فيها وتوزيع الأدوار جدا متميز، يعني وبيذكرنا بالفاميلي بيزنس أو المشاريع العائلية اللي كنا نسمع عنها زمان، واللي إن شاء الله بإذن الله حتكون هي قصة نجاح واحدة منها. صحيح. ما شاء الله المعرض، يمكن هذه
قصة من مجموعة القصص اللي كانت موجودة في المعرض. يعني لو يمكن كان في مجال تطلعوا على قصص أخرى كنتوا حتلاقوا في أسر منتجة كانت جاية مخصوص بس عشان تعرض منتجاتها وتسوق ليها. كان في شابات بعضهم كان في أعمار صغيرة، يعني واحدة من المشاركات كان عمرها 16 سنة كانت مجمعة عيدياتها حقت العيد الفطر عشان تدفع الرسوم وتشارك في المعرض. حلو. بعض المشاريع برضو كانت مشاريع خدمة مجتمع. نعم. في الحقيقة وراء كل مشروع من المشاريع المتميزة اللي حضرت كان في قصة نجاح وكفاح موجودة وراها يعني تفكير ويتصور لمستقبل أكبر من فكرة المشاركة في المعرض. نعم، يمكن هذا المعرض قدر يحتوي بعض أفكار وإبداع يعني هؤلاء الشابات والفتيات، ولكن برأيك كيف هو واقع الاستثمار في البزنس اللي بيعملوه أو الأعمال اللي بيعملوها الفتيات أو الشابات؟ قبل 10 سنين لو كنا سألنا ده السؤال كنا حنلاقي إنه الجواب جدا صعب. نعم. استثمار السيدات، المجتمع يرفض ويكون في صعوبة لخروجها برا العمل، في صعوبة في التصاريح، العوائل بتستصعب إنه بناتها زي ما تفضلوا قالوا في التقرير إنهم يخرجوا لنطاق العمل. لكن الآن المجال جدا مفتوح للكل. نعم. ما بنتكلم بس على مستوى جدة، إحنا بنتكلم على مستوى المملكة. يعني كل ما رحت على مناطق أكثر يعني ناية أو أصغر في الحجم بتلاقي إنه ثقافة العمل الحر بدأت تنتشر بشكل أكبر على مستوى السيدات. صار في أسر منتجة، صار في عمل من المنزل زي ما تفضلتي برضو ذكرتي. نعم. وصار في مشاريع صغيرة وصار في مشاريع متوسطة، صار في فرانشايز، فالحمد لله المفهوم بيكبر بالذات على نطاق سيدات الأعمال. جميل. يعني هناك تقارير صحفية تشير إلى معدلات كبيرة من البطالة أيضا بين الشابات في المملكة. كيف ممكن معالجة هذا الفراغ الوظيفي عن طريق المشاريع الصغيرة في ظل أيضا وجود محدودية دعم أيضا في هذا المجال؟ صحيح. يمكن هنا يجي دورنا كمجتمع ان احنا نتقبل، والحمد لله المجتمع واضح انه يتقبل فكره العمل من المنزل. يمكن السيده اللي بيخليها يعني تحجب شويه عن العمل خارج بيتها صعوبه التوفير بين وقتها في الشغل وبين مسؤوليات بيتها سواء على نطاق الاولاد او الزوج او غيره. نعم. فيجي العمل من المنزل ده بيفتح لها مجالات كبيره في انها تمارس هواياتها وتسوق لها. يعني اغلب اللي كانوا مشاركين في المعرض الحلو انه كانت مشاريعهم من المنزل. نعم. وبيجوا بيعرضوها وفي بزنس كاردز وفي منيو للطلبات لما تكون اشياء سواء سيرفيس او بتكون برودكتس او غيره. نعم. طب بالنسبه لهي طبيعه الاعمال او المنتجات اللي بيقدموها يعني هؤلاء الشابات من خلال منازلهم، شو هي عباره عن ماذا؟ بتكون متنوعة، إما تدريب أو تدريس، إما طهي، إما خدمات حتى سيرفيس، يعني خدمات توصيل سيارات، خدمات ديكور، خدمات يعني حتى يعني أحيانا بدأوا السيدات يبدأوا من بيتهم أحيانا بس عشان تتست بس يطمنوا انه هل السوق يسمح بانه بالضبط اختبار السوق عشان تطمن انه هل السوق حيتقبل مشروعها ولا لا، وتبدا بعد كده تستاجر مكان مناسب ليها وغيره. فالمشاريع ما حتتخيلي قديش متنوعه جدا. نعم. في مجال العمل من المنزل. نعم، ولكن خلينا نحكي اكثر استاذه ولاء، يعني لما في اي شاب عم بتتابعنا هلا حابه تبدا في مشروع من منزلها، هل ما يعني ما هي الخطوات التي لازم او يجب ان تتبعها لبدايه هذا المشروع؟ يعني لما نيجي نتكلم مشروع من المنزل يمكن خلينا نكبر الصورة أكبر، سواء كان مشروع من المنزل أو مشروع صغير، دائما كلنا نتصور أنه المشكلة أو سيدات الأعمال ورجال الأعمال يتصور أنه المشكلة الأولانية بتكون يا في فكرة، وجود فكرة جيدة، أو بتكون في وجود تمويل. صح. لكن الدراسات تقول أنه أحيانا بتكون فكرة ممتازة ومشروع جدا ممتاز، لكن بنيجي بعد سنة بنلاقي المشروع فشل. بيكون السبب الرئيسي وراء الفشل أنه المشروع ده ما تم دراسة الدراسة الصحيحة. ناس كثير بيغفلوا في بداية مشروعهم أنه لازم يكون في دراسة واضحة، أكون عارفة أعمل دراسة جدوى، عارفة أعمل دراسة للسوق، عارفة احتياجات السوق إيش، الفئة المستهدفة اللي أنا بدي أدخلها في السوق ده. هذا بيحتاجوه على حد سواء العمل من المنزل أو المشاريع الصغيرة. والعمل من المنزل يمكن اللي أكثر بيكون يعني لي احتياج هو تركيزه في أنه الفئة المستهدفة تقدر توصلها بشكل خاص، لأنه هنا بيكون التسويق لي صعوبة شوية، يعني محتاجة تستخدم أدوات مختلفة شوية عن الأدوات اللي بيستخدمها صاحب المشروع اللي هو قيده مفتوح وفيه زيارة لي أو غيره. صح.